السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لو ما تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. معانا يا شباب موقع لربح عملة الدوكوين. الموقع ليه كذا طريقة للربح يا شباب، وموقع لسه جديد وموقع ممتاز جدا. عندكم أول حاجة الصنبور كل 5 دقايق، عندكم اختصار روابط، عندكم إعلانات بي تي سي، عندكم الإنجازات، يعني أي شغل بتعملوه هنا بتحصلوا عليه مكافآت كمان من الموقع، زائد صنبور سيارة. وهنا بيقول لك عملات وشحن الكوبونات بتحصل عليها، ودي ألعاب يا شباب. وهنا بيقول لك لو أنت يعني مستمر في الموقع وشغال على الموقع بانتظام بيديك كمان مكافآت على نشاطك في الموقع. ده شكل الموقع من الخارج يا شباب. هنيجي لطريقة التسجيل، بتحط الإيميل، اليوزر نيم، الباسورد، عادة الباسورد، بعد كده بتعمل تسجيل كده بقى لك حساب في الموقع. هنيجي للدخول يا شباب، هندوس على لودينج، بعد كده بنحط الايميل والباسورد وبنعمل دخول. ده شكل الموقع يا شباب من الداخل، وزي ما انتم شايفين انا حاصل على المبلغ ده من كام اعلان شفتهم ومن صنبور السيارة. تمام، كل اللي عليك ان انت ده رصيدك هنا بيظهر، وهنا بيقول لك الربح بتاعك بالدولار، وهنا الربح بتاعك بالدوكوين، وهنا بيقول لك الحد الأدنى للسحب 3 دولار. تمام، كل عليك بتحط هنا عنوان الفوسيت بي أو عنوان أي عنوان دوك كوين، وبتعمل طلب سحب. طرق الشغل في الموقع يا شباب، عندنا الطريقة الأولى في الموقع، عندك الصنبور كل 5 دقايق. أول حاجة يا شباب بنرتب الكلمة اللي هي داخل المربع اللي ظاهرة على بسيط ديت، هي بس تلاقي فيها مشكلة مش باينة. هي عامة ناخدها كده تخمين، أول حاجة 3، تالت حاجة 9، رابع حاجة 4، بعد كده بندوس له مطالبة. تمام يا شباب، ادانا اهو زي ما انتم شايفين الربح بتاعنا. كل 5 دقايق بيبدأ العداد بيشتغل معاك وبتحصل على الصنبور ده يا شباب. تمام، تاني حاجة عندنا اختصار روابط. عندك هنا مجموعة اختصار روابط زي ما انتم شايفين، كل دي اختصار روابط بيديك القيمة اللي هي فوق ديت، يعتبر 5500، 5000، دي يا شباب كل اختصار روابط كلهم متجددة. تمام، عندنا اعلانات بي تي سي، انا شفت منها برضو كام اعلان اهو. كل اللي عليك اللي انت بتدوس على الاعلان بالشكل دوت، بعد كده بيظهر معاك عداد فوق هنا اهو، ثواني، وبعد كده بيجيب لك بتدوس له على كلمة فيو، خلاص كده الاعلان خلص وحصلت على قيمة الاعلان. تمام، عندنا كمان مهام يا شباب. هنا عندك مهام بقى، دي المهام ديت عندك قناة يوتيوب، تقدر تعمل فيديو وبتحصل على المجموعة اللي قدامك ديت، يعني بتحصل على 500 جود، مش عارف ايه، 5 دولار، 100، 500 في القوة، بيديك يعني شوية أرباح كويسة في على الفيديو. هنا بيقول لك برضو ده باين برنامج بتثبته عندك وتبدأ التعدين، وبتبعت لهم برضو الرابط هنا وهنا الرابط أهو، وبياخد بيقول لك بتحصل على المبلغ اللي قدامك دوت يا شباب، و2 دولار في رصيدك. بعد كده عندك بقى تويتر بتاخد 25 سنت، وبتاخد برضو على ايه الجواز اللي قدامك دي كلها. 6 مهام يا شباب موجودين في المهام اللي قدامنا دي. عندك لو انت عايز تعمل مثلا حملة اعلانية في الموقع، في عندنا الاول الاحالات، رابط الاحالة بتاعك وتحصل عليه من هنا. عندك رابط الإحالة أهو يا شباب، مش عارف بيدي 100% باين. وبعد كده عندنا دي مش عارف ايه، هنا هنشوف هنا الناس يا شباب اللي بتنتظم في الدخول على الموقع، يعني هنا عامل لك لوحة أهو الناس اللي هي داخلة على الموقع بانتظام وبتحصل على أرباح من الموقع، وهنا كاتب لك فوق هنا من 4 أيام ل7 أيام. تمام، بعد كده عندنا هنا في ألعاب، لعبة الزهر، لعبة الزهر دي عشان مش شغالة. عندنا في لعبة تانية ديت بيقول لك ايه، يعني ايه تتوقع صعود وهبوط العملة، بتحط مبلغ وتقول لهم مثلا ايه عليت او وطيت، فلو انت وحظك بقى لو كسبت او خسرت. بعد كده عندنا هنا الصنبور يا شباب اللي هو ايه الجوائز اللي انت بتحصل عليها مع شغلك على الموقع، يعني هنا بيقول لك لو عملت 20 صنبور بتاخد 500 ساتوشي.
500,000 ساتوشي، تمام؟ لو عملت 40 بتاخد المبلغ ده، وهكذا. زي ما انتم شايفين كده السنبور هنا، نعم، الاعلانات اللي انا شفتها بيديك عليها، كل حاجه بتعملها في الموقع بتاخد عليها ارباح. بعد كده عندنا صنبور السياره. صنبور السياره ده لو انت مثلا خدت جايزه من الجوائز ديت، بيديك هنا طاقه، الطاقه دي بتحولها لصنبور تلقائي لمده معينه حسب ما الطاقه اللي عندك بتخلص. تمام يا شباب. بعد كده عندنا هنا المعلنين يا شباب. لو عايز تعمل حملة إعلانية، هنا بتخش هنا بتيجي تحط مثلا الوصف، الإعلان، الرابط بتاعك، كل حاجة بتحطها لهم هنا هوت. وبعد كده بتشوف انت عايز المدة قد ايه، بتحط المبلغ، وبعد كده بتقول له هعمل إعلان. وهنا الإدارة بتاعتك في الإعلانات، كل حاجة عنك في الإعلانات اللي انت عاملها، والحملة بتاع الحملات بتاعتك وكل حاجة. تمام يا شباب. بعد كده عندنا ديبوزيت. لو انت عايز تعمل ايداع في الموقع طبعا عشان تعمل حملات اعلانيه، بيجي بقى من الخانه دهيت، بتحط هنا المبلغ، وبعد كده تقول لي ديبوزيت ايداع، وكده بقى انت شغلك بدأ. تمام. من هنا التحويل يا شباب. لو انت عايز تحول مثلا من الدولار للدوك، او الدوك للدولار على ما اعتقد، يعني الخانه دهيت، تيجي هنا تختار المبلغ، وبعد كده بتعمل تحويل. تمام. بعد كده عندك هنا الروابط المختصرة، او هنا اول واحدة دي بيقول لك قائمة الصنابير، ده زي موقع تاني جوه الموقع، سجل فيه وبرضو ايه وتربح منه زي الموقع ده. وبعد كده عندك مكافآت بقى بتاخدها هنا، نفس النظام برضو. وبس يا شباب، هنا الرابط بتاعك اللي هو الملف الشخصي بتاعك، بعد كده التاريخ. وبس يا شباب كده هنخش بقى على الصفحة بتاعتنا الرئيسية. هنرجع كده للداشبورد. دي كانت يا شباب كل حاجة عن الموقع. كده اكون انتهيت من الشرح. وزي ما قلت لك السحب هتيجي تحط هنا القيمة، تحط هنا العنوان المحفظة بتاعتك، وبعد كده بتعمل ويزدروم والسحب بيوصلك على طول. وهنا يا شباب المستوى بتاعك، وهنا زي ما تقول بقى ايه الحاجات اللي انت عملتها انجزتها في الموقع، كل حاجة بيحسبها لك. وبس يا شباب كده اكون انتهيت من الشرح. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك، والجديد معانا اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو اخر ان شاء الله. سلام يا شباب.